السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نكملوا في مواضيعنا خاصة بالأجور. حطيت فيديوهات كلها ويقول لي هذه الفيديوهات قديمة. علاه قديمة؟ فيديوهات راها في ماي أعلن فيها الرئيس أنه راح يرفع السميك، أنه الزيادات راح تكون، قال نزيد نرفع في الأجور، وقال أيضا أنه راح نكمل 53 عفوا بالمئة باش تولي الزيادات في الأجور 100%. واش من قديم في الموضوع، زيادات لم تطبق بعد، ان شاء الله راح تكون في السنوات القادمه، اكيد في هذه الاربع سنوات اللي جايه راح تكون بالتدريج، يعني بصفه تدريجيه يتم رفع الاجور. واش من القديم في الموضوع، القديم لو كان هذو الزيادات يعني طبقت وما زلنا نتكلموا عليهم، لا الزيادات لم تطبق، حنايا رانا نستناو في الزيادات هذه ان شاء الله يبدا التطبيق تاعها التدريجي. ما عجبكش يعني انه راك تشوف انه الفيديو قديم ولا ما فيش معلومه يعني صالحه يعني راهي جايه، ما تشوفش الفيديو، الفيديو راه فيه معلومه دل انه ما زلنا نستناو في الزيادات، وباذن الله سيتم تطبيقها. راح تكون زيادات مجموعها راح يكون 53%، بما معنى انه شحال راك تخلص النص تاعو اكثر او اكثر، يعني فايته 53% ماشي 50%، 53% راح يعني الراتب تاعك راح يزيد بالنصف تاعو على مدار الاربع سنوات القادمه ان شاء الله. حنا نقولوا ان شاء الله لانه حتى حاجه ما راهي باينه، والهضره كامل تبدا مور الفوت ان شاء الله. كنتوا شفتوا انه رئيس الجمهوريه كان اعلن عن ترشحه للرئاسيات القادمه، اكيد راح تكون كاين يعني احتماليات يعني وارده في كل المجالات، لكن حنا نتكلموا انه تم رفع الاجور بنسبه 47%. اللي راه يسالني يقول لي وين راها 47%؟ 47% بدات تحسبها من رفع الحد الادنى للاجور اللي كان 1.8 مليون ولا 2 ملايين، رفع النقطه الاستدلاليه ب 50 نقطه استدلاليه، يعني التخفيض الضريبي يعني ليارجي، الاقتطاع تاع ليارجي تم تخفيضه، وايضا الغاء بالنسبه اللي خدموا اللي خلصوا تحت مليون تحت 3 ملايين. بعدها رفع النقطه الاستدلاليه ب 75 نقطه استدلاليه، بعدها رفع النقطه الاستدلاليه المره الثانيه ب 75 نقطه استدلاليه، هادو مجموعهم كامل 47%، زيادات ب 47%. هذه الزيادات ككل كانت زيادات في الرواتب واستفادوا منها عمال الوظيفه العمومي. شوف الراتب نتاعك الوظيفي العمومي متعاقدين وغير متعاقدين يعني مرسمين، الراتب تاعك في 2021 تلقاه زاد بالنصف تقريبا، نصف 47% تقريبا، النصف الاخر راح يزيدوا ان شاء الله في الاربع سنوات القادمه بالتدريج، يعني زياده ما راحش يكونوا ضربه واحده، تلقى نصف الراتب تاعك زايد، لكن كي تحسب مع احتساب المردوديه تلقاها هذه هي. اللي راهو يكتب لي ويقول لي ما كاش منها ما زادوليش، بالك ما تعرفش تحسب، الناس اللي حسبت لقات هكذا، انت بالك البروبليم فيك، ما على بالناش كيف راكم تحسبوا، يعني احسب المردوديه لانه المردوديه داخله في الوعي، هي احدى المنح اللي يعني يتم احتسابها من قرارات الرئيس انه يزيد يكمل هذه الزيادات، يزيد يكمل هذه رفع للاجور التدريجي، انه قال راح نرفع السميك، انه يرفع الحد الادنى للاجور. هذا يقيس جميع جميع القطاعات، ماشي يقيس غير الوظيفي العمومي، انه يرفع السميك يعني الدوله تقدر حتى على القطاع الخاص تفرض عليه رفع الاجور في نقطتين، انه يخفض الضريبه ليرجي، وفي النقطه انه يعني يطلع الحد الادنى للاجور، يعني يقدر يفرض انه على البريفي انك ما تخلصش تحت السميك، والاقتطاع الضريبي هي باينه تقطعوا الدوله، دونك هي كي تخفضوا هي راح تكزيكوتي هذاك التطبيق هذاك، هي راح تطبقوا، دونك هي راح تنقص هذاك الاقتطاع، هذو النقطتين اللي باينين. وقال انه ان شاء الله راح يكون كاين اجتماعات للقطاع، اجتماعات للثلاثيه، للثلاثيه. وقتاش نتكلموا على الثلاثيه نتكلموا انه شكون هما ثلاث جبهات اللي هي خاصه بالقطاع الخاص اللي هما ارباب العمل، باترونا يعني تاع القطاع الخاص الى اخره، وعندنا الشريك الاجتماعي اللي يمثل النقابات العماليه الى اخره، وايضا الجبهه الثالثه اللي هي الحكومه. هادو الاجتماعات الثلاثيه كنا نشوفوهم، يعني عندنا بزاف ما سمعناش يعني باجتماعات ثلاثيه من وقت يعني سابق من سنوات، ويعني كانت اجتماعات ما تجيبش يعني نتائج هكذا. هناك يكونوا اجتماعات ثلاثيه ما تدخل فيه دعم الدوله، ما تدخل فيه يعني يكون كاين نتيجه انه يزيدوا للقطاع الخاص،
وايضا القطاع الاقتصادي ثاني رفع الحد لان الاجور يمس الجميع، يمس جميع القطاعات. فقط اللي يستفادوا منه اكثر هما الاجور الضعيفه، يعني داك اللي كار يبدا يطلع، يعني اللي عنده الاجره تاعو كبيره ما يحسلوش كامل تقريبا، ولا ما يحسلوش ما يزيدولوش كامل. لكن رفع الاجور بالنسبه للنقطه الاستدلاليه الى اخره، هنايا راح تكون حكايات اخرى. طريقه الزيادات انا نظن انه راح تكون كما الخطا اللي فاتت كانت متنوعه، كنا شفنا انه رفع الحد ان الاجور 2021، ابخي كنا شفنا 2022 تخفيض الضريبه، وبعدها النقطه الاستدلاليه على مدار 3 مرات، يعني 2022 50 بوان، بعد مرها 2023 كانت 75، وبعدها 2024 كنا شفناها غير ما يعني في جونفي كانت 75 ايضا نقطه استدلاليه. هادو الزيادات راح ان شاء الله تكون كاينه زيادات اخرى توازيها واكثر منها اللي رانا نستناو فيها. انت تقول لي فيديو قديم، معلومه قديمه ماهيش قديمه ما تشوفهاش، حنا نستناو في الزيادات ونستناو انه على الاقل نفرحوا، يا لو كان شريحه بسيطه من المجتمع ان شاء الله يكون نفرحوها ببعض المعلومات ببعض الامل. ربما شوفوا نعطيكم نقطه، نفرضوا الاجور راها وشفناها قبل، يعني قبل في ربما في بعض الاحيان كي نتكلم في هذا الموضوع كان اللي يقولوا لي يعني انت راكي جايه دافعي على الحكومه. انا ماني دافع على حتى جهه باش تكون، ما عندي حتى فائده، انا راني نهضر في واقع وكاين. قلت لكم انه قادره تكون مثلا ما كاش زيادات هذو الاستثنائيه اللي راهو يقررها الرئيس، ما كاش هذه الزيادات الاستثنائيه، قادر تريح 3 سنين 4 سنين 5 سنين ما يزيدوا لك والو في لاباي، يعني ابار الى طاح لك ايشلون ولا يعني تطبيق هذاك تاع الدرجه، يعني يكون عندك تطبيق انه ترقيه في الدرجه، ولا كنت متعاقد يعني يزيدوا لك هذيك تاع كل عام، حكايتها راح تطيح لك في هذيك 4 سنين، ولا حطيح لك خطره ولا بالك زوج راح تطيح لك، يعني ولا 5 سنين كاش 100 نقولوا لي زيشلون، نظن انه ما يلحقوش 200 لي زيشلون، هادو هما ما يلحقوش 200 يعني على حساب هما يمشوا على حساب الكراد. هنايا الزيادات راهي بعضها كان معتبر، بعضها كان يفوت المليون، كاين بعض الاصناف اللي الزياده تاعهم فاتت المليون. هذه هي هاد الزيادات في الاجور، حنا نتمناو انه يكونوا كاينين هادو الزيادات الاستثنائيه، واكيد رانا نستناو فيهم. حنا من القنوات اللي نتبعوا هادو المواضيع تبعوا مواضيع اخرى، حنا ماذا بينا نتحدثوا على هادو الزيادات وننتظروهم، ولا باس يكون كاين هذاك الامل انه يتم رفع الاجور بالتدريج، لانه لو كان ما يكونوش هادو الزيادات الاستثنائيه الاجور راح تبقى هي راح تطلع بنسبه بسيطه ونسبه ضئيله مع لونسيانتي مع هذيك مع هذيك، يعني ما عادش تكون زياده مبهرة. هذا مكان، إلى اللقاء.